حيا جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة جميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على اختلاف مواقعها وصنوفها. وأكد جلالة القائد الأعلى عبر أثير الجهاز اللاسلكي خلال زيارته قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ثقته وكل الأردنيين بدور قوات حرس الحدود في الدفاع عن حدود الوطن والذود عن حماه. هاشم واحد إلى جميع المحطات حرس الحدود نشام المنطقة العسكرية الشرقية. أجب. أصيل 9 جيد أرسل. شام 9 جيد أرسل. هاشم واحد إلى جميع المحطات، أنتو حراس الوطن وسياج المنيع ومصدر الفخر والاعتزاز، بحييكم في مواقعكم على الدور الكبير اللي بتقوموا فيه. ثقتي فيكم مطلقة أنا وكل الأردنيين. الله يقويكم ويعطيكم العافية. انتهى. عبر صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيش العربي. مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية جاهزة لأمر الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخوان، أنا كثير كثير فخور بوجودي بينكم اليوم، وأنتوا الحمد لله باستمرار ترفعوا الرأس. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش جلالة الملك المعظم. يا أخوان، التهريب بيهدد أمن الوطن وكل ثقة إنكم إلهم بالمرصاد. رسالتنا واضحة، الأردن سد منيع ولا تهاون بالرد وبالقوة. بدي تعرفوا إنه ما عمرنا راح ننسى شهدائنا، وبدي المعنوية تضلها عالية، وأنا طلبت من رئيس هيئة الأركان أي شيء مطلوب منا أنا معكم بالأمام. الله يعطيكم العافية، ولما الوقت بيسمح إن شاء الله بوقت قريب جدا منزوركم بالمواقع الأمامية.